اهدى يا صفية، لسه الموضوع ما انتهاش. يمكن تكون دي الحجاج. مش عارف يا صفية اعمل ايه علشان تصدقي. انت لا يمكن تكون اخوي. ليه بس يا صفية؟ ليه يا حبيبتي؟ هو مش من حق ابوك الله يرحمه انه يتجوز؟ ما تقولوا حاجة يا جماعة، ما تقول حاجة يا حضرة العمدة. انا ما عنديش حاجة اقولها بعد ما الورق طلع سليم. انت متأكد من نتيجة الفحص؟ طبعا يا فندم متأكد، وده تقرير الفحص وتفضل. كذب، كذب وتزوير. لا يا صفية، ده لا كذب ولا تزوير. انت بتقول ايه يا ممدوح بيه؟ التقرير واضح يا دكتور، الاوراق سليمه والاستاذ صبري يبقى فعلا اخو صفيه. محدش يقول اخوي. انا خلاص، انا تعبت يا جماعه من الحكايه دي بجد، ولو مش عايزيني ما بينكم انا مستعد امشي دلوقتي حالا، بس ذنبي هيفضل في رقبتكم طول العمر لاني ابنكم، والدم اللي بيجري في عروقي دم عبد الرازق بركات. بس اعمل ايه؟ محدش فيكم مصدقني، مع اني قلت لكم 1000 مره انا مش عايز منكم حاجه، لا طمع الله في ارض ولا في فلوس. انا الحمد لله ربنا مديني وزياده. ولما انت مش عايز مننا حاجه جاي ليه؟ عشان انتوا اهلي يا صفية، اهلي، والواحد من غير اهل ما يسويش حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. شفت يا بدر؟ شفت اللي حصل؟ ايه الورق طلع مزور؟ لا يا بدر، الورق سليم وانا ابن عمك. انا قلت كده برضك، قلبي حس اول ما شافك. بالحضن، بالحضن يا صبري بيا ابن عمي. خد بنت عمك يا بدر روحها لحد ما رتب الامور مع صبري بيه. امور اللي هترتبها يا العمد دي كلام رجاله يا صفيه مالكيش صالح فيه. يلا يا بدر. انت بينك صدقته ولا وما صدقوش ليه؟ اذا كانت الحكومه صدقته وقالت ان ورقه سليم، وبعدين الرجل ما هو بيقول لك لا عايز ابيض ولا اسود. هو عشان قال كده يبقى خلاص هتصدقوه؟ تقول حاجه يا دكتور امين؟ مش دي عبد الرازق بركات ابن عمك اللي كان سره معك؟ مش انت جاي لي كده؟ عمره قال لك انه اتجوز واحده تاني ولا له ابن ولا بنت غيري؟ لا ما حصلش، وانا بالذات لا يمكن اصدق. امال هتقول ايه في الورق اللي طلع سليم يا دكتور امين؟ معرفش يا عبد. مش عارف ازاي؟ بس كنت انت ما تعرفش مين اللي هيعرف. يعني انت عايزاه بس يقول ايه يا صفيه؟ يقول ان انا مش اخوكي من غير لا سند ولا دليل. انا ما بكلمكش انت. هدي خلقك يا صفيه. ما قلت لك يا بدر خد بنت عمك روحها، ماشي معايا يا صفيه. معلش يا حضره العمده بعد اذنك، لو في حد يعني هيوصل صفيه هيبقى انا اولى بيها. انا اخوها يا حضره العمده، ومفيش حد في الدنيا يخاف عليها زي. يلا صفيه، يلا حبيبتي على بيتنا. انت لا اخويا ولا اعرفك، وبعدين بنت اهلي بتتكلم عنه. عيب كده يا صفيه. عيب الا العيب يا ابن عم. واضح يا صفية انك مش واخدة بالك ان انا اقدر اخد حقي بالقانون، بس انا اللي مش عايز، لاني مش ممكن اقف قدام اختي في المحكمة. اني بقى اللي هقف قدامك، واستحالة تحط رجليك في بيت عبد الرازق بركات طول ما انا فيه، والمحكمة ما بيني. حكمت المحكمة حضوريا باثبات نسب صبري عبد الرازق بركات، واعادة توزيع الميراث مع تمكينه من دخول بيت والده. افتح الباب لاخوك يا صفية، مش اصول كده يا بنتي. لا يا ابو العمد، لا مش اخوي عبد الرازق بركات، ما اتجوزش غير الست دي. خلاص يا صفية، ابوك يبين انه عملها ومات بسره. ما تقوليش كده يا اما، ما تقوليش كده. ما عادش عندي قول تاني. اتفضل يا استاذ.